عسلامة. أهلا وسهلا بك. عسلامة. أهلا بك، مرحبا بك. عسلامة. عرفنا عليكم. صلاح بصفيطة من ليبيا. سراج المجبري من بنغازي من ليبيا. حميدة مسلاتي من بنغازي من ليبيا. مرحبا بكم، نورتونا في تونس. أول مرة زيارة لتونس؟ هي الزيارة الثانية، الزيارة الأولى كانت يوم واحد ترانزيت طبعا من 2013 من ليبيا تونس، تونس إلى المغرب. أنا بالنسبة لي هذه ثالث زيارة لي، وإن شاء الله ما تقدش آخر زيارة، إن شاء الله تكرر بإذن الله. نفس الشيء، هذه ثالث زيارة إن شاء الله. الزيارات هذوما الكلكم ديما مع بعضكم وإلا؟ والله في العادة نحن مع بعضنا، يعني جروب واحد. أربع مرات، يعني أكثر من دولة، يعني مصر وتونس وأحيانا المغرب، وإن شاء الله السنة الجاية تكون تركيا وتونس إن شاء الله. يعني مصر والمغرب. مشينا لمصر والمغرب. أما خير تونس. والله بصراحة ما نقدرش نفرق، أنا أصلا شخصيا مقيم في مصر، لكن تونس عجبتني بصراحة، يعني بلاد حلوة وشعب راقي ومثقف بصراحة. هناك يعرفوا العبيد أنكم ليبيا يفرحوا بكم. والله هم يفرحوا تماما، لكن شنو، لكن المعاملة مش كيف السنوات اللي فاتن. يعني كيفاش بالضبط؟ الأسعار اختلفت، مثلا السكن كان أرخص من هيك بواجد، لكن توا السكن غلا شوية، والناس تحسها ماهيش فاضية تجري على لقمة العيش من ناحية توانسة، مش رايقة ومجازة، تحسها متعصب شوية مش كيف قبل يعني، ومتغيرين الشعب التونسي شوية، فيهم شوية عصبية يمكن من ضغط الشغل، والله مش عارف يعني شو الوضع عندكم، لكن الحمد لله يعني البلاد بصفة عامة راكحة وراقية وأمن والأمور كويسة الحمد لله رب العالمين، والأكلات كم جميلة جدا، الكسكسوي والعلوش والبوضة والجو. أيوة، وعندكم المية عندكم ضعيفة شوية مش كيف ميتنا في ليبيا، يعني فيها شوية ملوحة كي بس. أيوة، مالحة. الماء صبيلة، يعني الماء العادي. الماء العادي اللي في الدبوزة. دبوزة. مش كويس. أكثر حاجة عجبتك في تونس؟ والله الأجواء هادية وراقية، يعني ما فيش فوضى، ما شاء الله عندكم هدوء وعندكم نظام، ويعني بالليل يسكر المحلات، هذا شيء يعني إيجابي موش سلبي. في اللي ما يعجباش جو أن تونس في الليل تسكر ويقول لك كساد على كلامنا نحن، لكن بالعكس كل شيء وقته، السوق له وقت، النوم له وقت، التسوق له وقت، السهر له وقت، وكل شيء في بلاصه، كل شيء في مكانه مضبوط 100%. يعني الشيء هذا يختلف على مصر، في الشيء هذا مصر فوضويه شويه من ناحيه السهر ومن ناحيه المحلات مفتوحه 24 والازعاج والكلاكس بتاع السيارات كل واحد يذوقه، وكل شيء يعني تونس عجبتني في الهدوء نتاعها والرقي، يعني فهمت. الطبق الليبي يختلف على طبق التونس؟ نعم يختلف كثير بالله. اكيد مش واحد مش واحد مش واحد، مش تشابه في الاطباق. ممكن كسكس ومكرونه، حاجات خفيفه بس مش كلها. ايش رايك في الطبق التونسي الاطباق بليتو برشا؟ كسندوتشات بصراحه، انا مزيت كسكس اكله سريعه. كسكسو كاينه اكلات شعبيه. جربت الاكلات الشعبيه؟ سباجيتي وكسكسو جربت. شنو رايك في الكسكسي التونسي؟ والله حاجه باهيه يعني ما شاء الله. حار بطبيعة. اكيد هذه. مش مشكله مع الهريسه؟ لا انا ما نحبش الهريسه، مش عارفك. اساسيه. شنو تعمل في حياتك انت؟ والله انا دكتور صيدلاني واعلامي رياضي. يعني اعلامي رياضي في ليبيا بطبيعة؟ بالضبط. يعني حتى في مصر حكم إقامتي في مصر. لكن نحكيه على وضعية الإعلام في ليبيا كيفاش؟ والله الأمانة الإعلام في ليبيا يعني في تطور الأمانة، يعني مقارنة بالأجيال السابقة، مقارنة بالأعوام السابقة يعني. وتحية نقدم تحية من المنبر هذا يعني للإعلام الكبير وأب الإعلاميين الرياضيين في ليبيا، الأستاذ محمد بن راس علي اللي هو متواجد في تونس حاليا، طبعا العلاج نتمنى له الشفاء العاجل. الإعلام الرياضي في ليبيا بصراحة يعني في تطور، خصوصا هذه السنة يعني أقيم الدوري السداسي، الدوري الليبي الممتاز السداسي في تونس، يعني مقسم على أربع مدن، صفاقس وتونس وسوسة ومنستير. شفنا يعني كيفية الإخراج على قناة ليبيا الرياضية، وشفنا ومن هذا المنبر برضو يعني نحب نشكر الشعب التونسي والاتحاد التونسي لكرة القدم على استقباله للاتحاد الليبي لكرة القدم والأندية ستة اللي تصارعن على لقب الدوري الممتاز. كيف زاد على الرياضة في ليبيا؟
الرياضه في ليبيا ولله الحمد يعني في نعتبر نحن نمشي درجه الرياضه في ليبيا زي ما حكينا نحن طبعا في تطور الحمد لله. يعني المنتخب الوطني يشارك في تصفيات كاس العالم، تصفيات كاس افريقيا، يشارك في البطولات العربيه، وبرضو الانديه الليبيه يعني عندنا 4 انديه ليبيه حتشارك في المسابقات الافريقيه اللي حتقام على مستوى القاره الافريقيه سواء كان الكونفدراليه او دوري ابطال افريقيا. يعني وفي مشاركه في العاب البحر الابيض المتوسط والمشاركات في العربيه المنتخبات الفئات السنيه. يعني الحمد لله الرياضه في ليبيا تعتبر يعني في تقدم خطوه بخطوه ان شاء الله. يعني نحكي على الرياضات النسائيه في ليبيا. الرياضات النسائيه نحن بحكم المجتمع يعتبر المجتمع الليبي مغلق شويه مقارنه بالاشقاء يعني مصر وتونس والجزائر، فالرياضه النسائيه تكون داخليه يعني ما فيش مشاركات خارجيه. نشوف نحن ممكن مشاركات بسيطه على مستوى الاتحادات الفرعيه سواء كانت كره قدم او كره طائره او جميع الرياضات بصفه عامه، لكن باختصار الرياضه النسائيه هي في داخل ليبيا فقط. يعني في المونديال شكون باش تشجعوا؟ نحن نشجع في الارجنتين تانجو. نحن من عشاق التانجو. نحن اغلبيه الشعب الليبي من عشاق التانجو الارجنتين. اكيد تونس ايطاليا والتون اكيد الدول العربيه بصفه عامه تونس وقطر والسعوديه والمغرب المشاركه في المونديال. نحن تمنينا حتى الجزائر ومصر يشاركوا، لكن طبعا هذا حال الكوره. لا اكيد طبعا زي ما حكى لك الارجنتين وايطاليا الشعب الليبي محب حتى المنتخب الايطالي، واكيد بطبيعه الحال نشجع منتخب تونس فرجاني ساسي هانيبال المجبري اللي يلعب في مانشستر يونايتد العديد من اللاعبين يعني ما شاء الله يعني في تونس. زيارتكم مازلت مطوله؟ شنو يمكن ديما كي اسبوع اخر كي اسبوع كي والله نجمددوا والله 10 ايام 10 ايام ان شاء الله اسبوع 10 ايام. وين باش تكملوهم هذوما؟ ان شاء الله نكملوهم داخل العاصمه، السياحه داخل العاصمه، يمكن ننتقلوا شور الحمامات ايوان نسيحوا شويه على البحر وكذا وسوسه وجربه. انتقال ان شاء الله تو دخل المدينه، لكن ان شاء الله من الاسبوع الجاي بننتقلوا خارج مدينه تونس العاصمه اهم شيء باذن الله. يعني السياحة هنا في تونس شنو رايكم فيه؟ والله السياحة أنا بصفة عامة ممتازة يعني بصفة عامة يعني ممتازة، لكن بالأخصية يعني في شوية نقص يعني في السياحة في تونس شوية، يعني في حاجات تنقصها تونس في السياحة شوية يعني. مثلا نعطينا حاجات. مثلا كنا في حديقة الحيوان لقيناها مغلقة يعني. في حاجات يعني مازال ما في تبين شوية اهتمام يعني في السياحة، لكن كصفة عامة المحلات التجارية والشوارع كويس. ايوه وباذن الله يعني باذن الله يعني على طول يعني اول وجهه باذن الله في السياحه تونس باذن الله. يعني كنا في دحدح. ايوه مشيتوا لدحدح زين؟ مشينا لدحدح ومشينا يعني اماكن سياحيه كثيره يعني المناطق الثقافيه في تونس بصراحه يعني اجواء اكثر من رائعه. كلمه الختام. الختام نحب نوجه تحية للشعب التونسي على حسن الاستقبال والأجواء الرائعة في تونس. الأمانة هي أجواء ممكن مقاربة لدولتنا ليبيا، لكن طبعا بحكم الظروف اللي تمر بها دولتنا ليبيا حاليا نتمنى إن شاء الله تعديها. بصراحة يعني شفنا نحن أجواء تونس العاصمة، نوجه لكم تحية وبارك الله فيكم على اللقاء. مشكورين مشكورين، دمتم في رعاية الله وإن شاء الله من أفضل أفضل بإذن الله. موفقين إن شاء الله. ديما طيبين ديما طيبين. مرحبا بكم.